ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال. وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاع النهارده، النهارده ان شاء الله كده هنعمل مع بعض حشوات مختلفه للسمبوسه والسبرينج رولز. يلا كده نكون نشوف اول نوع من الحشوات بتاعتنا ايه. اول نوع حشوه كده ويانا للسبرينج رولز او للسمبوسه، اللحمه المفرومه. معايا كيلو من اللحمه المفرومه، حبتين بصل كبار مفرومين، لو نص كيلو يبقى حبايه بصل كبيره مفرومه. معايا فلفل الوان او اي نوع فلفل موجود عندي. معايا كرات، ما تستغربوش من كرات، الكرات بيبقى في حشوه السمبوسه يجنن. انا هقسم اللحمه بالنص وهضيف فيها فلفل الوان بتدي طعم مختلف، والنص التاني هضيف فيه الكرات برده بتدي طعم مختلف. ممكن تحطهم هما الاثنين على بعض، بس انا حابه ان انا احس بطعم الفلفل لوحده والكرات لوحده. كمان لو موجود عندك بقدونس او كزبره او شبت تقدر تحط نوع واحد منهم، هما الثلاثه كل واحد بيدي طعم مختلف لوحده. كمان البهارات بتاعتي معايا بهارات اساسيه وبهارات انا ضايفاها، يعني بحب اضيفها للحمه. الاساسي معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، بابريكا، بهار لحمه. لو مش موجود عندك بهار اللحمه هتضيف اللي انا هقول لك عليه ده، رشه من القرفه، الهيل المطحون او الحبهان المطحون، يعني كل ده تقريبا ربع معلقه كده، نص معلقه كده من ورق اللورا المطحون، ورشه كده من جوز الطيب. جوز الطيب بضيفها في اي نوع لحمه مفرومه بتبقى جميله جدا جدا. طبعا الملح، ودي معلقه كبيره، وهتدوقي طبعا وتظبطي الملح بتاعك. كمان تقدري تضيفي على وانت بتحطي اللحمه في السمبوسه تقدري تضيفي عليها كمان جبنه بتطعم لك اللحمه اكتر كمان. بس كده دي كده المكونات بتاعت اللحمه، تعالي نجهزها مع بعض على طول. ضفت الحله بتاعتي كده على النار، مش هضيف فيها اي نسبه دهون خالص، اللحمه فيها نسبه دهون فهي هنزلها لوحدها. انزل باللحمه كده على النار على طول، واسيب اللحمه بقى دي لحد ما تغير لون. هقلب بقى كده فيها لحد ما تغير لون كده لوحدها. اللحمه كده غيرت لون ونزلت نسبه الدهون اللي موجوده جواها. انزل بقى كده بالبصل واسيبهم مع بعض لحد ما تشرب نسبه الميه اللي هي نزلتها دي. قلبتهم كده الاول كويس اهو. هنزل بقى كده بالبهارات، هنزل برده بالملح، وما ننساش طبعا رشه من جوز الطيب. ونقلب الكلام ده كده كويس. انا عايزه اللحمه بتاعتي تكون مفلفله، ما يكونش فيها اي نسبه ميه خالص او اي نسبه صوص، يعني انا عايزاها تشرب الصوص بتاعها ده كله. هدي بقى عليها النار عشان تشرب الصوص بتاعها والبصل يستوى واللحمه تستوى كويس. دي كده اللحمه اهي بعد ما استوت ما عادش فيها اي نسبه صوص خالص اهو، وده المطلوب طبعا. هقسم بقى اللحمه دي بالنص، لو انتوا حابين تحطوا الكرات مع الفلفل الالوان براحتكم، انا بحب يعني اغير في الاطعم شويه اهو. انزل بالفلفل الالوان كده على طول، تقليتين بس بسيطين خالص وهو هيستوى اصلا من الحراره. نفس الكلام الكرات اهو، تقليتين بسيطين وانزل باللحمه بتاعت الكرات برده، وتقليتين برده بسيطين كده. خلاص كده هغرفها، هنزل بقى كده بالكرات اهو، واقلبه برده تقليتين نفس الفلفل الالوان بالظبط. بس كده يلا بقى ايه اغرفهم ونشوف بقى الحشوه اللي بعد كده. الحشوه الثانيه للسبرينج رولز او السمبوسه هي عباره عن فراخ مقطعه قطع صغيره خالص. باخد صدر الفرخه بدخله الفريزر
وبعد كده بيبقى سهل عليا ان انا اقدر اقطعه مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بشطفه وبسيبه يتصفى من اي نسبه سوائل فيه. معايا كده بصله كبيره مفرومه، معلقه صغيره من الثوم المفروم، البهارات بقى اللي بتخلي طعم الحشوه دي تحفه، معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الكاري، معلقه صغيره من بهارات الفراخ، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر والثوم البودره والبصل البودره، وذره من الجنزبيل. معايا طبعا ملح والفلفل الالوان، تقدري طبعا تستغني عن الفلفل الالوان باي نوع فلفل موجود عندك سواء حلو او حار. ومعايا كمان صويا صوص، باربيكي صوص وصويا صوص، اللي موجود عندك فيهم ضيفوه، او الاثنين مش موجودين مثلا عندك خلاص ما تضيفهمش، هما بس بيدوا طعم حلو قوي قوي للحشوه بتاعتنا. يلا كده مع بعض نجهزها. الحله كده على النار، هنزل بالزيت بتاع 5 معالق او 6 معالق كده من الزيت، سبت كده الزيت يسخن شويه. هنزل بقى بقطع الفراخ بتاعتنا، هقلب بقى الفراخ لحد ما يتغير لونها كده من كل جانب، على نار عالية طبعا علشان ما تنزلش نسبة مية كبيرة كده. الفراخ خدت صدمة كده من كل جنب زي ما انتم شايفين اهو. هنزل بقى كده بالبهارات، الملح، اقلب الكلام ده كده كويس. هنزل بقى بالبصل البودرة، بالبصل اللي متقطع مكعبات ده، وفص الثوم كده على طول، طب ومعلقة الثوم الصغيرة يعني. هنزل بقى بالصوصات اللي موجودة وياه. عايزة اقول لكم الصوصات دي جميلة جدا وبتدي طعم حلو قوي قوي لأي حاجة بتضاف فيه، بس معلقتين كده كبار وخلاص على كده. انزل كده المعلقتين كبار برده كده من الصويا صوص، واسيب بقى الفراخ تشرب كل الكلام ده. وبعد كده هنزل بالفلفل الالوان، مش هنزل بيه دلوقتي علشان ممكن يستوي قوي وما يبقاش باين كده في السمبوسه، فتخلي بالكم من الخطوات البسيطه دي. دي كده الحشوه بتاعتنا اهي، بعد ما شربت نسبه الصوص اللي موجوده فيها هنزل بالفلفل الالوان، وهسيبها بقى لحد ما تشرب اي نسبه صوص موجود جواها. انا عايزاها تكون ناشفه خالص عشان تبقى ايه حلوه كده وانت بتشوي وانت بتحشي السمبوسه. وكده الحشوه اهي بقت تمام معانا، مفيش فيها اي نسبه سوائل. هاخدها بقى اغرفها ونجهز الحشوه اللي بعدها. الحشوه الثالثه بتشبه البيتزا شويه، اي نوع جبن كده موجوده عندك. انا عندي هنا جبنه رومي مبشوره، جبنه موزاريلا، جبنه شيدر مبشورين، اي نوع جبن تقدري تحطيها في الحشوه دي. معايا كمان زعتر بيدي طعم حلو قوي قوي للحشوه دي، ومعايا صلصه او كاتشب، ومعايا كمان بصله صغيره كده مفرومه، ومعلقه ثوم مفروم، فلفل الوان او اي نوع فلفل موجود عندك، وزيتون مخلي ومتقطع مكعبات زي ما انتم شايفين كده. يلا كده نجهزها مع بعض. حطيت كده طاسه على النار، هنزل بمعلقه من الزيت، معلقه بس كبيره كده واحده من الزيت، هسيب الزيت كده يسخن. الوصفه الحشوه دي بتبقى حلوه قوي قوي وهي على السخن، احسن ما تعمليها على البارد. يعني انت ممكن تعمليها على البارد وممكن تعمليها على السخن. هنزل كده بالبصله وبالثومه كده مع بعض على طول، يا دوبك ايه يدبلوا وارجع اقول لكم هنعمل ايه تاني. كده تمام. هنزل بقى بالفلفل الالوان، هنزل كده بأربع معالق كبار من الكاتشب او الصلصه زي ما قلت لكم، هقلب الكلام ده وهقفل النار على طول. قفلت النار كده اهو، هنزل بقى بالجبن والزيتون والزعتر، هنزل كده بانواع الجبن اللي موجوده وياي اهو، وهي هتفك بقى من الحراره. كمان انزل بالزيتون،
ونقلب الكلام ده كله كويس، كمان بشويه من الزعتر. عايزه اقول لكم احلى زعتر في الدنيا كلها الزعتر بتاع الضحى، بجد جميل قوي. بس كده، واقلب بقى ايه الكلام ده كده كويس لحد ما يدوبوا مع بعض من الحراره. كل المكونات بتاعتي زي ما انتم شايفين كده اهو دابت من الحراره. انا بحب اعمل الحشوه دي على السخن لانها بتعمل قوام حلو قوي، تقدري ان انت تاخديه كده بسهوله وتحشيه في السمبوسه، وبقى كمان طعمها جميل خصوصا لو انت هتفرزيها بتعيش وبتفضل بنفس الطعم بالظبط. الحشوه الرابعه، وهي حشوه جميله قوي ولذيذه وكمان مغذيه للاطفال. معايا بطاطس متقطعه مكعبات كده، دي بطاطس كبيره متقطعه مكعبات. معايا معلقتين كده من الفلفل الالوان او الفلفل الحار، يستحسن يكون فلفل حار. يعني لو انتوا بتحبوا الحر يعني. ومعايا كزبره وبقدونس وشبت مطحونين كده، ومعايا كده معلقتين او 4 معالق كده من الجبنه الموتزاريلا والجبنه الشيدر مع بعض، او اي نوع جبنه موجوده عندك طبعا. ومعايا بقى البهارات اللي انا احطها كده مع البطاطس، ملح، ونخلي بالنا ان الجبنه بتاعتنا تبقى مملحه، يعني حاطه ذره بسيطه خالص كده من الملح كده زي ما انتوا شايفين اهو، وذره كده من الفلفل الاسمر والكزبره والكمون والشطه. بس كده دي كل مكوناتنا. يلا نجهزها كده ايه على السريع مع بعض. سخنت كده حله او طاسه كده على النار، هنزل بمكعب زبده بقى او زيت زي ما تحبوا، بس الزبده بتدي طعم حلو قوي للوصفه دي. مجرد ما تسيح كده معايا شويه هنزل بالبطاطس. انت ممكن تسلقي البطاطس نص سلقه وبعدين ترجعي تعملي اللي انا بعمله ده، بس انا هسويها كده في معلقه الزبده دي، هسيبها لحد ما تستوي خالص. هنزل بقى كده بالفلفل على طول كده على طول. الكزبرة، وهسيب البهارات شوية كده، هسيبهم بقى كده على نار هادية لحد ما تستوي خالص، وهقلب بشوكة عشان وانا بقلب بالشوكة ايه تتهرس كده معايا. سبتها كده على نار هادية اهو، هنزل بقى بالبهارات والملح واقلب بشوكة. وانت بتقلبي حاولي ان انت ايه تهرسيها شويه كده. هرستها بقى بالشكل ده، هنزل بقى بالجبن بتاعتي واقلب الكلام ده كويس جدا، وهقفل بقى النار وهي مع السخونيه هتفك كده مع بعضها. بقت بالشكل ده كده اهو، طعمها بتبقى حلوه قوي ومختلفه كده. جربوها ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. الحشوه بقى الخامسه، او مش عارفه هي رقم كام صراحه، بس الحشوه دي حلوه قوي قوي ومن احلى الحشوات بالنسبه لي. ميكس جبن، اي نوع جبن موجوده عندك هتضيفيها، بس اهم حاجه يكون موجود جبن اللي هي الجبنه المثلثات او اي نوع جبنه كريمي او الجبنه المربعات، بس عشان تعمل قوام وتمسك ايه الحشوه بتاعتنا. يبقى كده معايا ميكس كده من الجبن، ومعايا كده زيتون وفلفل الوان وزعتر بس. طبعا زي ما انتم شايفين كده الجبن جبنه مثلثات، جبنه حلوم، الجبنه الرومي او الشيدر، رومي جديد وقديم، موتزاريلا، الجبنه اللي هي الضفاير دي، اي نوع جبن موجوده عندك تقدري ان انت تضيفيها وتعملي منها الميكس الجميل ده. بس كده ميكس كده سهل وبسيط. يلا كده نجهزه مع بعض. بقوله كده هنزل بالزيتون، هنزل بالفلفل الالوان، هنزل بكل حاجه مع بعض. هنزل بالجبن المبشوره، واللي مش مبشوره بقى هقطعها انا ايه على ايدي. جبنه مشلله برده بتبقى حلوه قوي قوي. اي ميكس جبن موجود عندك تقدري ان انت تحطيه، اللي مش مفروم بقى هقطعه واضيفه هنا ايه على ميكس الجبن ده. بس كده جهزتهم كده مع بعض. اهو هعجنهم بقى مع بعض كده بالمعلقه، معلقه بقى او شوكه ما تفرقش. هما سهلين جدا في التقطيع، مش محتاجين يعني لا سكينه ولا كلام من ده. هقلب بقى كده الكلام ده. اهم حاجه في الميكس الجبن ده زي ما قلت لكم
الجبنه الكريمي او الجبنه اللي هي المثلثات او المربعات يعني، عشان تعمل بس معانا قوام وتمسك ايه الخليط كله. انا بقطعه كده بايديا بسهوله يعني، مش محتاجين سكينه ولا حاجه. عايزه بقى اقول لكم الميكس ده تحفه بجد بجد، تحفه قوي. حطيه بقى السمبوسه كده في الفريزر، ما شاء الله بتقعد معاكي ما تغيرش طعم ولا اي حاجه. طلعيها اتحمري بقى كده، ولو عندك بقى اولادك بقى الفطرين الصغيرين الفطرين في رمضان، بتبقى الوصفات دي بتبقى سهله كده، ايه تسهل عليكي وتعملها لهم بقى. هقلب بقى الكلام ده كله كده كويس في بعض وارجع لكم ان شاء الله. قلبته بالشكل ده كده، انزل بقى بشويه كده ايه من الزعتر، بيبقى حلو قوي مع ميكس الجبن برضه. اقلب بقى الكلام ده كده كويس، ويبقى كده الحشوه دي خلاص كده خلصت معايا. لسه كده معايا حشوه واحده بس، ومفيش اسهل منها صراحه، وطعمها جميل جدا جدا. ممكن طبعا بدل الزعتر نضيف الحبه السوداء، او نعمل مثلا نقسم الخليط ده بالنص، نص بالزعتر ونص بالحبه السوداء. صدقوني بتغير في الطعم، هي حاجات بسيطه بس بتغير في الطعم خالص. بس شايفين بقى القوام بتاع الجبنه عامل معايا ازاي، بسبب ان فيها جبنه مثلثات، والجبن الثانيه برده بتعمل زي قوام كده ايه متماسك، وبيلم معايا الفلفل والزيتون والجبنه الرومي المبشوره، بيلمها كده زي ما انتم شايفين اهو، وتقدر ان انت تحشيها السمبوسه بسهوله. بس كده لسه كمان معانا كمان حشوه، وبقى كده خلصنا. الحشوه اللي بعد كده جبنه بالنعناع، النعناع يكون فريش او نعناع ناشف زي بعضه، بس انا بحب الفريش اكتر. اي نوع جبنه بقى موجوده عندك بيضه اي نوع، بتقطعي النعناع وبتضيفيها على الجبنه. قطعت النعناع بالشكل ده كده اهو، انزل كده على الجبنه واقلبه عادي خالص، وبكده تبقى جاهزه ويانا الحشوه دي. كده الحشوات اللي احنا جهزناها مع بعض اهي، يا رب كده تعجبكم. يلا كده مع بعض نحشي السبرينكل رولز بتاعنا والسمبوسه. ابتدي كده احشي السمبوسه معاكم، بس حابه اوريكم نوعيه السمبوسه اللي انا جايباها، هي اسمها رانيا. انا اول مره اجيبها صراحه، بس بجد بجد جميله قوي، مفيش ولا واحده لازقه في بعضها خالص، بجد حلوه قوي ومش غاليه. شايفين عامله ازاي؟ بجد حلوه خالص، بعكس انواع كتير احنا بنجيبها ومشهوره وغاليه والكلام ده كله، وبتطلع لازقه في بعضها يعني، فين وفين كده لو لقيتي واحده كده تطلع معاكي سليمه كده وحلوه اهو بكل سهوله. شايفين ورقها جميل جدا. طبعا انت لازم تحطي عليهم فوطه عشان ما ينشفوش اهو. هوريكم بقى انا بلفها ازاي. هاخد كده بالمعلقه الحشوه بتاعتنا اللي احنا مجهزينها مع بعض، كل حشوه طعم وطعم تاني خالص 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 غير التاني. هتعملي زي ما انت شايفه كده اهو بالجنب كده، وبعد كده تطلعي كده ترجعي كده اهو كده كده كده، يبقى احنا قفلنا على الحشوه بتاعتنا اهو بس. وبتجيبي بقى ايه اللي هي ميه ودقيق، وبتلزقي الجزء ده. نجهز مع بعض العجينه اللي هنلزق بيها السمبوسه، معلقتين كده من الدقيق او معلقه من الدقيق، هتنزلي عليها بالميه تدريجي لحد ما يعني ما تكونش تقيله قوي، وتدوش معانا السمبوسه ولا ما تكونش تقيله ولا خفيف. هوريكم كده السمبوسه مره ثانيه. تجيبي الحشوه بتاعتك وتحطيها في الجهه دي كده اهو، وهتاخدي بقى الجزء ده كده تعمليه زي مثلث كده اهو. شايفين الشكل؟ تعملوه كده، وبعد كده هنقفل على الجبنه او على الحشوه بتاعتك من الجنب ده كده، هتطلعي هنا كده فوق كده اهو. شايفين؟ اصبح الجزء ده هو اللي لسه ايه مفتوح معانا. هنروح الجنب التاني ده كده، وبعد كده نطلع لفوق بقى عشان نقفل ايه الحشوه بتاعتنا من الجنب ده. وبكده بقى تبقى الحشوه بتاعتك اتقفلت كويس خالص، مفيش في اي حاجه مفتوحه من اي جنب اهو. وبعد كده هترجعي هنا كده، وهترجعي تقفلي عليها تاني برده اهو، يعني عمرها الحشوه ما تطلع منك في الزيت ابدا. وكمان نلزق بقى، عشان الف معاكم السبرينكل رولز بطريقه صح، هنجهز الورقه بالشكل ده كده اهو. طبعا لازم نغطيه علشان علشان ما ينشفش من جنب، هو زي الجلاش بالظبط.
هتحطي الحشوة بتاعتك زي مستطيل كده، هتقفلي كده من الجنبين، وبعد كده تقفلي من هنا. اهو في الجزء الاخير من هنا بتعملي كده، بس بيبقى الشكل ده كده. يا رب بس يكون الشرح واضح، وانا هكمل بقى الباقي كله. اسهل طريقه وصلت بيها انك انت تحشي بيها السمبوسه هي ان انت تعمليها على ايدك وانت وهي كده. هتعملي كده اهو، وبعدين تطلعي كده، وبعدين نوديها الجنب التاني ده كده اهو، وبعدين نفتح ايه زي قرطاس كده اهو، وتاخدي بقى كده في ايدك وتحطي او بمعلقه زي ما تحبي يعني اهو، خصوصا اللحمه بالذات لان هي عشان مفرفطه كده زي ما انتم شايفين، فبتبقى حلوه الخطوه دي فيه، الطريقه دي بتبقى حلوه اهو. بعد كده ايه نقفل بقى اللي من هنا اهو، بس بالراحه طبعا عشان الورق ايه ما تقطعش معاكم. بعد كده تودي هنا كده وهكذا اهو، شايفين سهله قوي، شايفه ان هي اسهل حاجه يعني. بس شكلها حلو واللحمه ما وقعتش مني ولا اي كلام من ده. اخيرا خلصت حشوه السمبوسه والسبرينج رولز اهو، خلصتهم وبقوا بالشكل ده كده. فرصت كده في كل كيس زي وجبه كده تقريبا من الميكس جبن مثلا، كيس في قلبي مثلا ميكس جبن، كيس فيه باللحمه المفرومه، كيس بحشوه الفراخ، بحيث ان انا اخد الكيس مثلا بالجبنه، كيس من اللحمه المفرومه، بحيث ان انا اعمل اطباق مختلفه على الفطار يعني. انتوا حرين بقى براحتكم، عايزين تفرزوهم كلهم كده مع بعض واللي تطلع معاكي بقى بالجبنه او باللحمه او الكلام ده براحتك. انا عملت كده وجب يعني اكياس كده وجبات اهو، واخد بقى زي ما انا عايزه. الكيس مش حاطه السمبوسه على بعضها كده زي ما انتوا شايفين، يعني شايفين الكيس اهو، كل سمبوسه جنب الثانيه كده، مفيش في حاجه فوق بعضها عشان ايه ما تلزقش وما تيجي تطلعيها، لان احنا بنحمرها وهي يعني تطلع من الفريزر تحمريها على طول، ما تسيبهاش تفك ولا حاجه. كمان درجه الحراره بتاعت الزيت تكون وسط، ما تخليش الزيت يكون سخن قوي ولا بارد قوي. بس كده وعينها بقى في ودي كده احلى سمبوسه اهي. قلت كده احمر واوري لكم برده النتيجه. شايفين قد ايه جميله وهي سخنه، تحفه. ودي السمبوسه بميكس الجبن، حلوه قوي. ودي بالبطاطس، نسيت طبعا اقدمها لكم مع الحشوات، نسيت خالص، سخنه جدا. دي باللحمه كمان اهي، ما شاء الله جميله قوي قوي. اتمنى كده انتوا تجربوها وتعجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. في أمان الله.